فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. امسح اراضي نادي من الفجر يا بدر يوم، تغمرنا الرحمة اللي نادي انت اكيد بشهر الصوم. لما امسح اراضي نادي من الفجر يا بدر يوم، تغمرنا الرحمة اللي نادي انت اكيد بشهر الصوم. ربنا يوفقكم يا رب يا بندق، خد بالك من نفسك واقرا السؤال كويس قبل الإجابة وما تتسرعش، وموفق إن شاء الله يا حبيبي. يا رب يا تيتا يا رب، اما اروح اشوف احسن توتة اتأخرت عليا اما اشوف كده. وانا كمان هروح اقرا قرآن وادعي لكم. مع السلامة يا حبيبي، في رعاية الله. الله يسلمك يا تيتا. ياه الحمد لله خلصنا اول مادة يا توتة. ياه الامتحان كان سهل خالص، بس بقلص كان بيعيط طول اللجنة، كان مش عارف يغش يا توتة. هو انا كان المفروض اغششه ولا لا؟ لا يا بندق طبعا، من غشنا فليس منا. ليه يا توتة؟ مش دي تعتبر مساعدة؟ لا يا بندق، ده غش مش مساعدة. بص يا بندق، هو لو حد شايفك كنت بتغششه هيقول لك كده غلط ولا صح؟ هيقول لي كده غلط طبعا. يبقى غلط يا بندق، هو كان لازم يذاكر ويحل مجهوده. دلوقتي هو عيط بس اتعلم، المرة الجاية يا بندق هيذاكر، لانه لو كان نقل يغششه يا بندق كان فضل كده طول عمره يغش يغش يغش، وفي الاخر هيطلع دكتور فاشل او مهندس فاشل يا بندق. معاكي حق يا توت، الحمد لله اني مغششتوش. قوليلي بقى يا توت، هنروح فين النهاردة؟ هنروح النهاردة يا بندق عند شخصية قيادية في المديرية، مدير إدارة الجودة في المديرية بندق، دكتورة أزهر عبد المنعم، اللي دايما بتدعم المدارس علشان تحصل على الجودة. فعهدها مدارس كتيرة قوي يا بندق في المحافظة حصلت على الجودة والاعتماد. مش بس كده يا بندق، بقت تحصد مراكز على مستوى الجمهورية، وعلشان كده يا بندق هي حصلت على جائزة أفضل مدير إدارة في مسابقة التميز الحكومي. شفت بقى يا بندق، شخصية عظيمة جدا. الله يا توتة، دكتور أزهر معاها السنة دي في بندق وتوتة. الله على المفاجآت الجميلة ده، أنا بحبها قوي يا توتة والله. بصراحة يا بندق مش أنت بس اللي بتحبها، دي كل المدارس وكل المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات في المدارس بيحبوها. شخصية حبوبة جدا، بتدعم الصغير والكبير، علشان كده لازم نروح لها النهاردة ونقول لها كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور. طب يلا بينا يا توتة بسرعة علشان ما نتأخرش على دكتور أزهار. يلا بينا يا بندق.
كل سنة وحضرتك طيبة دكتورتنا الغالية دكتور أزهار، سعداء جدا بوجودنا مع حضرتك النهاردة يا دكتور. رمضان كريم على حضرتك يا دكتور، احنا فرحانين جدا بتشريفك وحضورك معانا النهاردة في وزير بندق وتوتة وآية في حدوتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا توتة؟ ازيك يا بندق؟ سعيدة جدا ان انا معاكم النهاردة وان شاء الله نستفيد بالحلقة النهاردة. دكتور أزهار، فوزيرنا السنة دي بندق وتوتة وآية في حدوتة، ففي قرآننا العظيم قصص وحكايات بتحكيها لنا الآيات، بناخد منها دروس تنور طريقنا ونأسس بيها مبادئنا اللي بنمشي عليها طول حياتنا، 30 جزء ب 30 قصة، والنهارده ميعادنا مع الجزء 27 من القرآن الكريم. يا ترى دكتور أزهار قصتنا ايه النهارده وبتحكي لنا عن ايه؟ النهارده هنحكي لكم عن حكاية جميلة جدا، معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي ذكرت في القرآن في الجزء 27، وبتحكي عن قصة انشقاق القمر. الله، شكلها هتكون قصة جميلة قوي يا بندق. أكيد يا توتة هتبقى قصة جميلة، أكيد إن شاء الله تستفيدوا منها وتعجبكم بإذن الله. القصة بتبدأ في السنة الخامسة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، عندما جاء لي للرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة من الكفار وقالوا له: يا محمد، إذا كنت فعلا أنت رسول الله ونبيه، عايزين نشوف منك معجزة تأكد ان انت فعلا نبي الله ورسوله ونشهد لك بعدها بالنبوة. قال لهم: ماذا تريدون؟ فطبعا على سبيل التعجيز قالوا له: شق لنا القمر. فوقف الرسول طبعا في حيرة من امره، كان الموقف صعب عليه جدا، ولكن كان كله ثقة ويقين ان ربنا ان شاء الله هينصره، دعا ربنا كتير وربنا فعلا ألهمه انه يشاور بإصبعه الشريفة على القمر، وفعلا انشق القمر الى نصفين وتباعدوا عن بعضهم لعدة ساعات، ثم بعد ذلك رجعوا التحموا تاني. أكيد دلوقتي هيأمنوا بالله وهيصدقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، للأسف يا بندق ما أمنوش بيه، يعني ما صدقوهوش، وقالوا: لقد سحرنا محمد. فطبعا بعض العقلاء من قريش في هذا الوقت قالوا: لو فعلا كان سحر السحر ده هيقع على الناس الموجودة في قريش في ذلك الوقت، فاحنا نستنى القوافل اللي جايه من بره ونشوف لو هم فعلا شافوا نفس اللي احنا شفناه، يبقى ده فعلا مش سحر. ففعلا خرجوا اهل قريش وانتظروا العائدين من السفر في الخارج، وفعلا او مع وصول اول قافله سالوهم: انتوا فعلا شفتوا اللي حصل في القمر في ذلك الوقت؟ قالوا له: فعلا احنا من عده ايام حصل انشقاق القمر نصفين لعدة ساعات ورجعوا تاني التحم مع بعض. ففي بعض الناس أمنت وصدقت، وبعض الناس فضلت مصرة وعندت وكبرت. وزي ما قلنا مع بعض من شوية إن بعد هذه المعجزة مش كل الناس أمنت، آمن من آمن وكفر من كفر، فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يحدثنا عن هذه المعجزة. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة. تقدر بقى يا توتة انت وبندق تقولوا لي استفدتوا ايه من الحدوتة دي؟ ايوه طبعا، انا اتعلمت ان ادعو الله في اي موقف صعب وانا موقن بالاجابة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصره على مشركين مكة. وانا اتعلمت ان اللي بيؤمن بالله وبيصدق الرسل مصيره الجنة، اما اللي بيعند وبيكفر بالله فمصيره النار وبئس المصير. تمام، احسنتم. فعلا زي ما انتوا قلتوا كده، يعلمنا ان احنا لما بنتحط في موقف صعب لازم ندعو الله عز وجل ويكون عندنا ثقة ويقين بالله ان هو فعلا هيكون معانا ويحللنا كل مشاكلنا. ودلوقتي جه دور اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا، جماهير بندق وتوتة، مطلوب منكم اسم الصورة ورقم الايات اللي حكت لنا عنها قصتنا النهاردة. وعلشان نسهل عليكم الفزورة هتلاقوها في الجزء 27 من القرآن الكريم. ما تنسوش تكتبوا حل الفزورة في اللينك اللي هيظهر لكم أسفل الفيديو، وطبعا اسم مدرستكم والصف الدراسي اللي انتوا فيه ورقم تليفونكم علشان نقدر نتواصل معاكم. وفي نهاية حلقتنا بنشكر ضيفتنا الكريمة دكتور أزهار عبد المنعم، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم، على تشريفها لينا اليوم في بندق وتوتة وآية في حدوتة. حضرتك شرفتينا ونورتينا بوجود حضرتك معانا النهاردة دكتور أزهار. بشكركم جدا وكنت سعيده ان انا معاكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. ونشوفكم الحلقه الجايه مع بندق وتوتة وايه في حدوته. باي باي. باي باي.
الحراتي والزينة على باب الحارة بصندوق بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. فرحة وخير في كل بلد ربي يعيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت وولد وهلال المغفرة مرسوم والغني